بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 11 من الكتاب 83، كتاب الأيمان والنذور. باب عهد الله عز وجل. وعهد الله هنا بمعنى ايه؟ يمين، تقول وعهد الله، وعهد الله يعني من ضمن ايه؟ صيغ اليمين. الايمان بقولك عهد الله. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيح الحديث 40 بعد 700 و6000، قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه، يعني أو مال أخيه، يعني مكان رجل مسلم حط مكانها أخيه. هنا مين؟ الشك من راوي. يعني من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه، وفي الرواية الثانية مال رجل مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان. يعني طب وهل يجوز تأكل إيه مال الكافر بالظلم؟ لا يجوز. طب ليه قال المسلم ما قالش مطلقا؟ لأن المسلم له حقان والكافر له حق واحد. الكافر له حق العدل، لكن المسلم له حق العدل وحق الإحسان والنصح. فهمت بقى إزاي؟ فالاهتمام بشأن المسلم، الاهتمام بشأن المسلم. ورجل هنا المقصود بيه رجل، يعني أكل حق المرأة، عشان الرسول قال رجل، لكن المرأة كل حقها. لا يا سيدي، رجل هنا بمعنى مكلف، رجل هنا بمعنى مكلف، وجاء به على سبيل الغلبة وليس على سبيل القصر الحكم على الرجولة. قال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديقه: إن الذين يشترون بعهد الله. فسمى اليمين إيه؟ اللي بيقدر عهد الله. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال سليمان في حديثه: فمر الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم عبد الله؟ قالوا له، يعني قالوا له الحديث، فقال الأشعث: نزلت في وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا. يعني كان في خصومة بين الأشعث وراجل تاني في بئر، فالرسول قال ايه؟ احلف طالما ما عندكش بينة. قال: يحلف. إذن يحلف يا رسول الله، مش هيهمه، وياخد حقي بيمينه. فنزلت الآية تحذيرا. فهمت؟ باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. وقال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار، اللي هو آخر واحد يخرج من النار وآخر واحد يدخل الجنة، أبلد واحد في المؤمنين. لما تحط المؤمنين كده في فصل، أبلد واحد هو ده بقى. فهمت إزاي؟
يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيره. شوف جايب الحديث عشان ايه؟ القسم بتاعه. طب ما احنا بنتعلم من أبلد واحد من المؤمنين. ايوه، لانه يوم القيامة خلاص الكل في الايمان متساوي. انت بتتعلم منه بعد ما قال الكلام ده، بعد ما شاف الحق والحقيقة بقى مؤمن خلاص، ايمانه بقى زي ايمان ابو بكر. فنتعلم منه، مش بنتعلم من البليد. لا، ده هو كان بليد في الدنيا، لكن بعد ما مات ما بقاش بليد. فهمت بقى ازاي؟ بقى علامة. فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. وقال أبو سعيد، وهو ده دليل بلدته برضه، كان ممكن يقول له يا رب ادخلني الجنة مرة واحدة، لكن ده بيدعو ربنا على قد إيمانه، إيمانه قد كده فبيدعو ربنا على قد كده. ادعي ربنا على ساعة فضله مش على قد إيمانك أنت. ده دليل أنه جاهل بالله، مؤمن بس جاهل بالله، عشان كده تعذب جهله عذبه. يا رب طب اصرف وجهي بس. بعد شويه يصرف وجهه ويقعد يبص على الجنه. طب قربني يا عم، ما تقول دخلني وخلصت مره واحده، ان وان ستيب، مش كن فيكون. ليه تعملها ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه ليه؟ فهمت ازاي؟ ده دليل ايه؟ جهله بالله بالرغم من ايمانه، عشان كده ده ابلد واحد في المؤمنين. فهمت بقى ازاي؟ لا وعزتك لا أسألك غيره. يا شيخ، وهيكذب بعد كده ويخلف ويسأل غيرها ويسأل غيرها. طب وليه انت ضيقت على نفسك فتسأل غيرها؟ اسأل اللي انت عايزه على طول مرة واحدة، لانك بتسأل غني وبتسأل كريم، تسأل غني وكريم خلاص بقى. وقال ابو سعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله لك ذلك وعشرة امثاله. في الاخر قال له ايه؟ أتهزأ بي وانت الملك؟ يعني مش مصدق كمان ساعة فضل الله عليه. يوم النبي يضحك وتظهر ايه؟ تظهر نواجذه صلى الله عليه وسلم. بيضحك ايه النبي؟ بيضحك من ساعة فضل الله عليه مع ضيق افق هذا الرجل. حاجة يعني تناقض، يعني تملي الحاجات المتناقضة تضحك. ربنا فضله عليه واسع والتاني مش مدرك. وقال أيوب، وعزتك لا غنى بي عن بركتك. ده سيدنا أيوب. سيدنا أيوب لما ربنا عليه السلام، لما ربنا ايه قال له اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاغتسل وشرب، فلما اغتسل زال منه ظاهر المرض، ولما شرب زال منه باطن المرض. واخد بالك؟ فدبت فيه العافية في الظاهر والباطن. كان خد امواله كمان، فربنا نزل عليه كالجراد من الذهب، يعني كميه ايه كالجراد. شوف الجراد ده يطلق عليه ايه؟ النموذج الكثره. فربنا نزل عليه جراد من ذهب، يعني قاعد يلم ويكنس ويلم ويكنس، وبعدين في الاخر رايح يجيب ايه؟ شويه الفتافيت اللي هناك. فربنا بيقول له ايه؟ فبيقول له الم يكفك يا ايوب اللي انت لميته؟ ما انت. قال ولكن يا ربي لا غنى لي عن فضلك، لان الافتقار هو كمال العبوديه. لا غنى بي. انبياء بتعرف ازاي تكمل لهم ربها؟ فهمت؟ مش كده كفايه؟ كفايه ايه؟ ده فضل الله نزل عليك، خده كله. فهمت؟ لانك فقير، لان غناك بالله مش بالجراد ولا بالذهب، انت غناك بالله. وقال أيوب وعزتك، شوف هو حلف أو قلب، وعزتك يعني إيه؟ من ضمن الأيمان. لا غنى بي عن بركتك. وعنه بي قال، وسيدنا موسى قال كده، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنت أنزلت علي فضائل كثير لكن برضو ما زلت فقير، لا أستغني عنك يا رب. ونبينا يقول إيه؟ لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقك. فأفقرهم كان النبي. فهمت؟ أفقرهم إلى الله كان النبي، عشان كده كان أغناهم بالله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان
قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك يعني كفاية حتى يضع رب العزة فيها قدمه. يجي لك الوهابية يقول لك يا ربنا لي قدم يا أغبية. قدمه هنا بمعنى قدرته، أو ربنا يخلق قدم تجلي في صورة قدم يطأ النار. القدم ده تجلي وليس متجلي، والتجلي مخلوق يا وهابي. يعني لو حملناها على الحقيقة يبقى قدم على الحقيقة، لكنها قدم مخلوقة. يتجلى الله فتظهر قدم تضغط بها على النار فتقول قط قط. وجاء القرآن بمثل هذا المعنى، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. طب هو ربنا في ظلل؟ هو ربنا صورته ظلل؟ أن يأتيهم متجليا غاضبا عليهم في ظلل من الغمام. فهمت بقى ازاي؟ لكن تقول ايه للي مش فاهمين؟ فجعلوا لله قدم جارحة، وجعلوا لله يد جارحة، وجعلوا لله عين جارحة، ثم تمحكوا بالبلكفة فيقول ولكن بلا كيف. شبه ولم يكيف، يبقى ما زلت مجسم. فهمت بقى ازاي؟ نسبوا الى الله كل نقص وتمحكوا بالبلكفة. ايه هي البلكفة؟ يعني بلا كيف، بلا كيف. قال يعني كده يعني بقى ايه شاطر، لا لسه بليد، هتبقى مع الرجل ايادة البليد اللي احنا لسه بنتكلم. فتقول قط قط، برضو يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، يقول لك اه ساق الرحمن، الله يجعل لله ساق. يا غبي يا غبي، الساق جارحة والجارحة بعض من جسم، فهذا يقتضي الجسمية، والله بيقول ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، لا تدركه الأبصار. إزاي تناقض المحكم وتجيب لي المتشابه تجعله هو الأصل؟ يوم يكشف عن ساق، يبقى ربنا هيخلق ساق، أول ما تظهر الساق يأتي وقت السجود. زي بالظبط لما ربنا خلق لك الشمس، أول ما تيجي وقت الزوال تأذن الظهر، يجي وقت الغروب تأذن المغرب، تيجي وقت الشروق تصلي إيه الضحى، علامة على الأمر الإلهي. يبقى توقيت السجود في اليوم الأيام إيه؟ إن ربنا يكشف ساق كده، تظهر ساق زي ما تظهر الشمس، يبقى خلاص الشمس شرق، زي ما تغرب الشمس يبقى الصائم يفطر، علامة من علامات ايه وقت السجود. يوم يكشف عن ساق، ولا قال عن ساقه؟ ولو قال عن ساقه ما يهمناش، تبقى النسبة تشريفية، يبقى برضو النسبة تشريفية، زي ما يقول ناقة الله، روح الله، بيت الله. فهمت بقى؟ دي كلها نسب تشريفية، لكن دول جهلة في اللغة، خدت بالك؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك. وبعدين ليه ربنا، ليه الرسول يقول يضع رب العزة قدمه ما قالش يده؟ لأن القدم يوطأ بها المحتقر، واليد يلمس بها المحترم، فأراد أن يبين أن أهل النار محتقرين. فهمت إزاي؟ فقال قدمه ليبين معنى الاحتقار والإهانة. يقول لك أنا هدوس عليك، لما واحد عايز يهين واحد يقول له أنا أدوس عليك بقدم، يعني أهينك. يبقى يضع قدمه يعني إيه؟ يعني قدم الإهانة. إيه المانع أن يفهمها بالمعنى ده؟ مفيش موانع إلا في عقل المجسم، هو بس اللي مصمم. ومين اللي جسم الله؟ اليهود. عشان كده اعتقادهم يشبه اعتقاد اليهود، فهم ماشيين وراء ايه؟ اليهود اللي اسلموا. اليهود اسلموا جايين بعقيدة التكسيم، لقوا بعض الايات والالفاظ
تعينهم على فهم التجسيم اللي هم فاهمينه. فهمت؟ فنشروا هذا الفهم، فتبنى هذا الفهم ابن تيمية وإيه ومن سار معه من ابن باز وابن عسيمين وابن اللي انت عارفه. حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط، كفاية كفاية، قط قط يعني كفاية كفاية. فهمت؟ وعزتك، هو جايب كل الحديث ده ان جهنم قالت وعزتك، اتعلم من جهنم يا اخي. فهمت ازاي؟ ويروى بعضها ويزوى بعضها الى بعض، يعني تنضم بعضها على بعض. رواه شعبة عن قتادة. باب قول الرجل لعمر الله، لعمر الله يعني وبقاء الله، لان العمر والعمر بمعنى البقاء. اما يقول لعمر الله يعني وبقاء الله ودوام الله، لان ربنا ملوش عمر. خد بالك ازاي؟ يبقى لعمر الله معناه ايه؟ يعني ودوام الله وبقاء الله، لان الله دائم باقي حي لا يموت. يبقى لعمر الله يعني ودوام الله وبقاء الله. هل ينعقد بها يمين؟ قولك لعمر الله ينعقد بها يمين؟ اختلفت المذاهب. المالكية والأحناف قالوا ينعقد بها اليمين. كويس؟ المالكية والأحناف قالوا إيه؟ ينعقد بها اليمين. الشافعية قالوا لا ينعقد بها يمين إلا إذا نوى اليمين بالنية بس، أما إن لم ينوي اليمين فلا ينعقد يمين. ليه يا شافعية؟ قالوا لأن ممكن تقول إيه لعمري فينسبها لنفسه، لعمر أبي فممكن تنسبها لغير الله، فطالما انت ممكن تنسبها لغير الله يبقى لا ينعقد بها يمين لجواز النسبة لغيره. فهمت ازاي؟ يبقى لا تصح يمين الا اذا نويت. فهم الشافعية؟ الشافعية دقيق في اللغة، الامام الشافعي كان حجة في اللغة ومشي وراء احمد بن حنبل في المسألة لانه شيخه الشافعي. يبقى الشافعية والحنابلة قالوا ايه؟ لعمر الله لا ينعقد بها يمين إلا إذا نوى اليمين. أما المالكية والأحناف قالوا هي من ألفاظ اليمين عند العرب، فاعترفوا بها يمين بدليل العرف والاستعمال، بدليل الإيه؟ العرف العربي والاستعمال. يبقى الإمام الشافعي بدليل اللغة قال لابد من النية، والتانيين بدليل العرف والاستعمال قالوا. شوف مذاهب قوية، كل مذهب ليه دليل واقفة على أقدام، عشان كده بقيت قرون وهتبقى لحد ما نموت ليوم القيامة. مذاهب قوية مش واقفة على بترول وعلى دولار وعلى مصاريف وعلى عربيات 4x4 وعلى فلل وعلى قصور وعلى كلام فارغ مسخرة، لا مش واقفة على الكلام ده، على أدلة قوية. حدش صرف على مذهب الإمام أبو حنيفة عشان ينتشر؟ حدش صرف مال على مذهب أبو حنيفة عشان ينتشر؟ حدش صرف على مذهب الإمام الشافعي عشان ينتشر؟ محدش. الإمام أحمد بن حنبل ساب عزبة قال انفقوا عليه عشان تنشروا مذهبي؟ أبدا. اللي نشر المذاهب دي قوتها في الأدلة. فهمت بقى إزاي؟ باب قول الرجل لعمر الله. قال ابن عباس لعمرك لعيشك، وعشان كده ربنا قال لي لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمون، يعني وحياتك يا حبيبي، يعني ربنا اقسم بحياة النبي لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمون، وحياتك يا حبيبي دول في سكرتهم يعمون لا تقلق. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب حا، يعني تحول إسناد. قال وحدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس عن قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله، وكل حدثني طائفة من الحديث. حديث الإفك ده طويل، وقبل كده احنا سبق كلمناه، هيجيب منه فقرة بس.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي، فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة: لعمر الله لنقتلن، لعمر الله. أهو أقسم قدام النبي وأقره، فهمت؟ لعمر الله لنقتلن، فهمت؟ هو جايب لك الفقرة دي بس عشان حتة إيه، كلمة لعمر الله التي قيلت أمام النبي فأقرها. باب: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو هو ما لا طائل من ورائه، الكلام الفارغ، الكلام الإيه؟ إحنا المصريين يقول لك إيه؟ بطل كلام فارغ، يعني لغو، يعني كلام فارغ من الإيه؟ من الفائدة، فارغ من الفائدة. أما يبقى كلام فارغ من الفائدة، واخد بالك، يسموه كلام فارغ، ويسموه في القرآن إيه؟ لغو. باب: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أثناء الكلام الفارغ ده بقى الواحد ساعات يقول إيه؟ لا والله، بلا والله، والله يا شيخ وملك علي حلفان يا شيخ، أنا كنت امبارح قاعد وبشرب شاي وفلان جالي. كلام كلام هرج، زي اللي بيتقال على الفيسبوك، على المصاطب، فهمت ازاي؟ اسمه لغو، ملوش معنى، فهمت؟ ربنا بقى ربنا رحيم، يعديها، يعدي لك، ما بيعتبرهاش ايمان ولا حاجه، ده بيعتبريها كده لازمه كلام، فهمت؟ فربنا بيرحمنا. والامام ابو حنيفه قال ايه؟ اللغو في الايمان ان تقسم ظنا انك على حق ثم يظهر لك خطاك، لكن لما اقسمت كنت تظن انك على حق، ده بلغ لا كفاره فيه باعتبار ظنك، فهمت؟ باب: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. العبره باللي في القلب، انت قلبك قصد ايه؟ وربك هيؤاخذك على ما في قلبك، قصد تخدع اللي امامك ولا تكذب عليه ولا تصدقه، فهمت ازاي؟ فربنا هياخذك على هذا، والله غفور حليم. ومن مغفرته انه لا يؤاخذ بظاهر اللفظ، ومن حلمه انه يؤجل العقوبه على من ايه؟ على من كتم في قلبه المعصيه. حليم، لا يؤجل العقوبه لعله يتوب. فكانت نهايه الايه ايه؟ موافقه ومطابقه لإيه؟ لرحمة الله على عباده. وعن أبي قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها: لا يؤاخذكم الله باللغو، قالت أنزلت في قوله لا والله بلا والله. وده إيه؟ تفسير الإمام الشافعي للغو في الأيمان، لا والله بلا والله، لأنها وردت عن سيدتنا عائشة، وقيل أنها كانت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرفع ضعيف الإسناد، والوقف على سيدتنا عائشة قوي الإسناد. باب: إذا حنث ناسيا في الأيمان، وقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. نكمل بكرة. يعني هو حلف على شيء وعقد اليمين ثم خالفه ناسيا، يبقى عليه كفارة ولا مالوش كفارة؟ نبحث هذه المسألة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.